جميعا الفاتحة لمن اجتمعنا لإحياء الذكرى بأن يرحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته. الفاتحة.
وما كان من المشركين من ملة إبراهيم
العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، وأنا
ولا تزر وازرة وزر أخرى
قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ولا تكسب كل نفس إلا عليها ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Thank you.
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
وهل أتيك
فأنبتنا فيها حبا
بسم الله الرحمن
خلق الإنسان من علق تعال يا شيخ خذ لك صوره ثانيه تعال بس شيخ عمر فين الشيخ عمر يا ابوي طب تعال بقى شد حالك يا ابو حماد والله هو حد يملك حي ما احنا كل عيالك يا باب انت حيا السلام عليكم ابو حماد هذا من الحج الله يبارك فيك الله يحفظك ان شاء الله كذا ربنا يكرمك كذا تشوف عيال عيالهم وتفرح بيهم وعوائلتك ما بتصلى عنك ان شاء الله تشوف عيال عيالهم ربنا كريم صلى على النبي يا حج ربنا يديك ان شاء الله بتصلى على النبي عيالهم ان شاء الله مرضها وخلف يا حاج هو خلف خلف ما مات يا عم الحرك ده ربنا بيعوض سبحان الله عوض جوال ربنا يفرح بيهم ان شاء الله تفرح بيهم ان شاء الله الله يبارك فيك يا عم الحاج بارك فيك الله يحفظك الله يبارك فيك مرحبا يا عم الحاج ربنا يرفع بعيالك ان شاء الله الله يبارك فيك وربنا يجعلها مقبوله ان شاء الله كذا ويتقبلها ان شاء الله تلاوه القرآن هذه لوجه الله حج علاء عامل ايه يا ابو عمو؟ ازيك يا عم الحاج؟ عامل ايه سعادتك انت؟ الراجل كان نفسه في كلمتين امن الرسول نفسه يا عم لما الناس الناس ما احنا ما قلت له انا قلت لما الراجل ما انا عشان اقرا من الرسول يبقى عايز لهم استطاعتين كلمتين بس يا ابن عشاء والله ينفع اصلي امن الرسول ده
بعد ايه؟ بعد نبقص البقرة عشان تجيب لازم تجيب الفاتحة. واسع. واسع. هتاخد وقت. مراعاة للناس. الله يبارك فيك الله يحفظك. ان شاء الله نيجي في الفرح يا عم الحاج. ايوه يا شيخ.